بون، أولا يعني نحب نقول باللي أنا متضامن مع عبود هشام، مع الناس الآخرين اللي جات الخالية هذه تقتلهم. يعني je leur témoigne mon soutien. سي عبود هشام، سي أمير ديزاد، سي أنور مالك، سي فرحات مهني، سي عبدو صمار، يا خويا أنا رحمني محمد الياس، je vous témoigne mon soutien. من بعد حندير لكم اعتراف خاص بي أنا، اعتراف جد خاطر. دونك je témoigne mon soutien لأنه زمن الاغتيالات السياسية راح. ما نحكيوش على روسيا ولا كوري دي نور لكن أهداف الاغتيالات السياسية اللي قاموا بها الروس مثلا عندها أهداف أخرى، لأنها كانت تقيس داخل روسيا ماشي في الخارج. المهم موضوع واحد آخر، لكن داير شتو لا مينياتور اللي درت بوان دانتيروغاسيون، مخي بقى ماشي بقى حبس ماشي حبس، دار مارش اريير جبد لابياس دار مارش اريير، نا مخي نحرود قاع قعدت شركة. على هذه قررت بعد الموضوع هذا اللي صرا وبعد هذا التنظيم المخابراتي تاع لي سيرفيس سكري الجزائريين اللي قاموا بهذه الخطه وفشلت. انا اعترف يا جماعه انا عمري ما خدمت في الدارس و جامي كنت اوفيسي، انا كنت كابران فلوري في لانتوندونس، نسربي الفرماج السردينة ونسربي الطون، وكي يجيو صحابي عندهم عرس نعطيهم الطومات كونسونطري والسكر والسميد، ساعه ساعه نهبطهم للمارشين بزنس نبيع ندير كيبا. جامي كنت في الدارس، اعتراف مني، سامحوني كتبت عليكم، الله غالب غرني الشيطان غرني ابليس، انا كنت كبران في الواري نسربي في الفرماج. داير احسن لي ندير الاعتراف هذا درك بسك الوضع اللي لحقنا ليه ربنا كما خلقتنا ربنا ولك الحمد. ومن بعد لما خممت بمخي تاع كبران فهمت بلي سي نورمال. بونويرا أجودان شاف كان حاكم الأركان، سي نورمال عملية كيما هذه قاموا بها دي فوايو وسرجان شاف مزرطي، ماذا بيا نصلح حاجة برك، ماذا بيا نقول سي عبود هشام تيغا جامي كان صاحب حسين بولحيا، تيغا كان يخدم في ستياري بريمير رام، تيغا بوكو بلوس صاحب جبار مهنا. المهم بref دونك انت سي عبود تعرف سي كوالو ستياري بريمير رام ما يخفاش عليك، بصح انا كنت كابران في الواري تسمى دركا انا خطيني من كلمة تقول رحماني الدارس ما عندي حتى علاقة بالدارس، انا اتنكر لكذبتي كذبتها وندمت عليها، سامحوني ندمت يا خاوتي، انا كابران كنت نسربي الفرماج دونك واحد ما يلوم عليا. كي عاد تيغا هذا يمونطي عملية ويدير اجون دوبل وخلط لها مسلمين مكتفين يا جماعة، ما مشيخ شميسو سامحني الجن كاين والعفرت وملك الجن اللي يدخل يسكن كاين. بو دونك واش نقول، هذه صح من قلبي بكلة من أتا وساند عبود هشام وساند أمير ديزاد وساند كامل الناس هادو اللي مخطط يستهدف أنه يغتالهم، لأنه العصر هذا راح. Ce qu'on appelle les assassinats politiques, ça y est, c'est fini, en 2021, c'est fini, خلاص. ما فهمناش كيفاش المحافرات الجزائرية قامت بتنظيم هذه العملية الخطيرة والجريئة
رجعونا الوقت صالح فيسبا ما ما تعرفوش بيان سور ولك سي عبود ايش عم يحكي لكم عليه صالح فيسبا والقوشي ولا مندور ايه هادو ما تعرفوهمش حتى لي تيور تاع الفلان وقت بعد الثوره بref ما يهمناش الموضوع هذا جو سي اون كومباني دو سي احمد بوعكاز دونك انا جو لو دي اي سي اونيت سكو جي دي جو سوتيان عبود هشام جو سوتيان عبد الصمار امير دي زاد فرحات مهني هادو كاع اللي سيبلاتهم هاد المؤامره النظريه المخابراتيه اي سور سو نعاود نجدد نو انا كنت خدام في لواري كنت كابران نسربي الفورماج ما عندي حتى علاقه بالدراسه جماعه سامحوني كذبت عليكم وامنوني مدركة على غالب كذبت حبيت نمد روحي قيمه فينالمون هادو الناس ما عندهمش قيمه دونك انا خاطيني وخاطيهم ما نعرفهمش كاع بون ماذا بيا بيان سور سي عبود هشام عنده خبره كبيره وعنده علاقات بصح ماذا بيا نقول له حاجه ما كان حتى جهاز من اجهزه المخابرات عنده يد في العمليه هذه وانت سي عبود على بالك ما يهمناش من بعد بصح بون لونكات بورسوي كيما نقولوا حنا مجراها مع لي سيرفيس بلج اسبانيول فرنسي نقول لك بركه بحكم انا نعرف شويه عباد كبران قديم ما كانش ما الناس دهشت الناس حارت ما فوالا اي جو كرو ك و سافي تري بيان ماشي بودي شي كان الناس حايره dans toutes les structures que soit la DSE la DGSI la DCSA الناس ما فهمتش ربع بولون المهم فصانا خاطيني انا كبران تاع فرماج وتاع طون تاع سردين وكنت نبيعهم في المرشيات ساعات نبيع الزروديه والبطاطا كي تجيهم بلوس اطون سي احمد بوعكاز فيان دو نورجواند الو مسيو بوعكاز بونسوار لا تي مونتون ماتوش تونتون بيان Tu as assisté au début du live ou là, là? J'ai pas assisté parce que j'ai essayé de te parler, tu m'entendais pas. Ah, je t'entendais pas. Là, je t'entends. Donc, c'est Ahmed Bouakas. Donc là, j'ai pour moi. Donc, je soutiens toutes les personnes qui étaient visées par le complot Hada. Donc, je leur témoigne mon soutien et ma sympathie. Bien sûr. On est plus dans les assassinats politiques. Et j'ai déclaré au fait quelque chose d'autre. Oui. Donc j'ai dit au peuple algérien, je vous ai menti, je n'ai jamais été dans le DRS, j'étais un caporal qui travaillait à l'intendance, je distribuais le fromage, le thon, les conserves, je vendais les produits sur les marchés. Et qu'on trafiquait mal l'ordinaire. Machkoun? L'ordinaire. Voilà, mal les ordinaires, hadou, hé, bzensi, hé, ça fait un match, Kabran, khateni.